عنوان المحاضرة السادسة العارضة المرافقة اللي هي الكونجيكيتد بيم. هنتعرفوا على طريقة اللي هي الكونجيكيتد بيم في إيجاد اللي هي الإزاحة في نقطة والدوران في نقطة اللي هو دوران التيتا والإزاحة في نقطة اللي هي تلتا وهي ما تسمى بالديسبليسمنت والدوران في نقطة اللي هو الروتيشن. عندنا في خطوات للحل اللي هي كيفية إيجاد الإزاحة والدوران في استخدام طريقة العارضة المرافقة اللي هي الكونجيكيتد بيم. الخطوات الحل كما هي موضحة خطوة بخطوة إن شاء الله هنطبقوها في أمثلة موالية. النقطة الأولى اللي هي حساب ردود الفعل للمنشأ المطلوب، رسم مخطط أو منحنى العزم اللي هو البندنج مومنت للمنشأ المطلوب. إذا الخطوة الأولى نحن هنحسب ردود الفعل للمنشأ المطلوب في البداية. أول شيء إننا نحسب ردود الفعل حسب عنا نوعية الدعامات اللي موجودة عنا. هنجد اللي هي ردود الأفعال بطريقة اللي هي معادلات الاتزان اللي هي ثلاث معادلات عنا: مجموع القوة في الاتجاه الإكس بتساوي صفر، ومجموع العزوم بيساوي صفر، ومجموع القوة في الاتجاه الواي بتساوي صفر. الخطوة الثانية نحن هنرسم مخطط أو منحنى العزم للمنشأ اللي عنا. رقم ثلاثة تغيير الكاميرا أو العارضة اللي عنا احنا اللي هي البيم إلى افتراضية بالخطوات التالية، وذلك من خلال اللي هي رسمة العزم. كيفية هنا كيف نحول بعد ما اني رسمت مخطط أو منحنى العزم، بنحول الكاميرا اللي عندي أو العارضة إلى عارضة افتراضية. فالخطوات اللي هنا بنتبعها اننا بنعتبر ان الحمل اللي هو كم موضح 3-1، اعتبار ان الحمل هو ال W بيساوي المومنت على الاي اي مع مراعاة الاي عند كل مقطع. يعني هنا المومنت اوف انرشيا اللي هي الاي اللي هو اذا كانت عندنا الكاميرا عبارة عن كاميرا مستطيلة اللي هي في المقطع البي اتش تكعيب على 12، هذا بالنسبة لي الاي يعني نحن بالنسبة للمومنت اوف انرشيا. وعندنا التغيير الدعامات الكاميرا حسب الجدول، ان احنا حنعتبره الحمل، يعني انا كاني بنشتغل على كاميرا جديده تبدا عندي، كاني المنشا اللي عندي يصبح من جديد بالحمل اللي هو حناخذ المومنت نقسمه على الاي اي ونراعي الاي عند كل مقطع. احيانا بيكون عندي اي ثابته في مقطع، احيانا بيكون عندي 2 اي بيعطيني، فننتبه لهذه النقطه. كذلك ان هي حنغير الدعامات الكاميرات اللي حسب الجدول، حنشوفوا كيف تتغير الدعامات. عندنا الدعامات احنا يا اما رولر سبورت او هيج سبورت او بتكون عندنا فيكسد سبورت. فتغيير الدعامات الكاميرا الى كاميرا افتراضيه حسب المرض ادنى، فحنبدا من اليمين نحولها من اليسار الى اليمين. يعني حناخذ لما تكون عندي فيكس هيج سبورت في اليسار هنبدأ بالشكل الأول اللي هو الموجود عندنا على اليسار الأول الموجود بالأعلى اللي هو عندنا هنج سبورت، وعلى اليمين رولر سبورت، فهتبقى كما هي عند الأطراف اللي هي كما موجود عندنا في الشكل اللي هو الموضح اللي هو على اليمين. على اليسار نبدأ بالشكل الثاني اللي هي عندنا فيكسد سبورت في الطرف الأيسر، والطرف الأيمن عندنا طرف حر. فعلى اليمين نجد ان احنا تغير الشكل اللي فيكسد اصبح فري، والفري اصبح عندنا فيكسد سبورت. بالنسبه للكاميرا او العارضه اللي عندنا اللي هي ثالثه اللي موجوده عندنا على اليسار، في الطرف الايسر اللي هي موجوده عندنا هنج سبورت، في الوسط اللي هو ان ذا ميدل عندنا رولر سبورت، والطرف اللي على اليمين اللي هو طرف حر. هذا بالنسبه لي الكاميرا اللي هي الأصلية. الكاميرا الافتراضية هتكون احنا عندنا على اليسار قلنا كاميرا الأصلية وكما هي موضحة، والكاميرا الافتراضية على اليمين. فالكاميرا الافتراضية بتكون كيف عندنا الدعامات هتتغير، دائما اللي موجود في الطرف اللي هي الهنج ولا رولر سبورت هيبقوا كما هما، اللي في الوسط هتتحول إلى انترنال هنج. فاحنا الرولر لاحظنا تحولت إلى انترنال هنج، والطرف الحر قلنا زي الشكل الثاني اللي هو يتحول الى فيكسد.
عندنا الكاميرا اللي هي الأصلية الرابعة، فيها الطرف الأيسر اللي هو فيكسد، وعند ميدل اللي هو عندنا انترنال هنج، وعلى اليمين عندنا اللي هو فيكسد سبورت. فالكاميرا الافتراضية هتتعول عندنا بالنسبة اليسار، الطرف على اليسار هيكون طرف حر، وفي اليمين هيكون طرف حر. أما في الاندمت اللي في الوسط، الانترنال هنج هتتحول إلى اللي هي رولر سبورت. فاحنا عندنا إذا لما يكون عندنا الرولر سبورت اندمت هتتحول إلى انترنال هنج، والانترنال هنج اندمت هتتحول إلى رولر، والعكس يعني. الفيكسد اللي في الطرف هيتحول اللي هي الدعامة الثابتة اللي هي فيكسد سبورت هتتحول إلى دعامة اللي هي حرة، طرف حر يعني كأنه قابولي، اللي هو احنا عندنا نقوله له اللي هو الكانتيليفر. هتتضح عندنا الرؤية أكثر بتطبيق على أمثلة. إذا بالنسبة للخطوة الرابعة اللي هي حساب ردود الفعل الجديدة، يعني كأننا نشتغل على كاميرا جديدة، أصبحت عندنا كاميرا افتراضية، هنوجد ردود الأفعال، هنحسب الفي. الفي اللي هو عند نقطة، لما يقول عندنا بيقول لي احسب الدوران اللي هو تيتا، هو عبارة عن الشير اللي هو الفي عند نقطة، هل بيطلبها مننا عند الطرف أو عند في وسط الكاميرا. فهذا بالنسبة للدوران، إنه هو يعتبر يقابل أو يكافئ الشير. بالنسبة للعزم فهو يقابل أو يكافئ الإزاحة اللي هي displacement. فالروتيشن هو الفي، والإزاحة اللي هي displacement اللي هي الدلتا هي عبارة عن المومنت. إذا هذه بالنسبة للخطوات الكونجيكيتد بيم، إن هي تتمثل في أول حاجة إننا حنوجد نشتغل على الكاميرا الأصلية أو العارضة الأصلية، حنوجد ردود الفعل الأصلية، ثم نحسب اللي هو العزم قلنا. بعد ما نحسب العزم يتحول العزم إلى إننا بنشتغل على كاميرا افتراضية. الحمل عندنا على الكاميرا الافتراضية اللي هو عبارة عن العزم على الـ ER مع مراعاة الـ I عند كل مقطع أو كل إسبان أو عنصر في المنشأ العارضة اللي عندنا إحنا أو الكاميرا. نغير الدعامات من كاميرا أصلية إلى كاميرا افتراضية. فتبدأ عندنا اللي internal hinge هتتحول إلى رولر، اللي في الطرف سواء كانت عندنا fixed بيتحول إلى طرف حر، والطرف الحر اللي في الطرف اللي بيتحول إلى fixed أو دعامة ثابتة. ثم نبدأ نشتغل على الكاميرا الافتراضية، نحسب ردود الفعل الجديدة، ونحسب إذا كان طالب مني دوران فهو يقابله الشير عند تلك النقطة المطلوب عندها الدوران اللي هو الروتيشن، والإزاحة اللي هي الديسبليسمنت فهي تقابل العزم. هنتضح عندنا الرؤية زي ما قلنا بالأمثلة. هنبدأ بالمثال الأول. المثال الموضح عندنا الاكزامبل 1 باستخدام طريقة العارضة المرافقة اللي هي الكونجكيتد بيم ميثود، أوجد الدلتا عند الدي اللي هي الإزاحة رأسية عند التي محتاج مطلوب عندنا، والتيتا عند البي اللي هو الدوران عند البي. فاحنا قلنا الدوران هو بيقابل الفي، والدلتا تقابل العزم. فاحنا عندنا مطلوب عندنا الدلتا عند الدي، معناها هنحسب العزم عند الدي اللي هو الام دي عند النقطة دي. عندنا الكاميرا هنتعرف عليها الأصلية هذه اللي هي كاميرا موضحة بالشكل، عبارة عن كاميرا A B و C D. من الـ A إلى الـ B عندنا 2 متر، ومن الـ B إلى C 2 متر، ومن C إلى D 2 متر. عند الـ A عندنا رولر سبورت كما هي موضحة اللي هي الدعامة المدحرجة. عندنا من الـ A إلى الـ B إلى الـ C اللي هو 2 I، ومن C إلى D عندنا الـ I. هذا اللي قلنا نحن لازم ننتبه لهذا اللي هو البند، هذا اللي احنا قلنا الآي لازم ننتبه عنه لما يكون في تغير في قيمة الآي. عند السي عندنا هنج سبورت أو اللي هي دعامة السيمبلي سبورتد المفصلية.
من السي إلى الدي عندنا حمل موزع قيمته 20 كيلو نيوتن بير متر يونيفورم لود، الحمل الموزع منتظم على شكل مستطيل قيمته 20 كيلو نيوتن بير متر. عطينا الإي اللي هي الموديل أوف إلاستيستي اللي هي معامل المرونة بيساوي 200 في 10 أس 6 هنايا، والآي عندنا اللي هي 400 في 10 أس ناقص 6 متر أس 4. هنوجدوا اللي هي الدلتا دي والتيتا عند البي. هنبدو بالدلتا اللي هي الإزاحة، الإزاحة عند الدي. هاي الإزاحة لما نجيب نشوفها هتكون إزاحة رأسية لأنه هو بيتحرك رأسي، يعني مش هتكون إزاحة أفقية، إزاحة رأسية لأنه هو طرف حر. فهنبدو بالخطوات كيفية إيجاد الإزاحة. إن إحنا بنكون لما نطالب من إزاحة معناها بنركز على العزم، معناها إن إحنا نوجد العزم عند الدي. الخطوة الأولى وإن إحنا هنوجدوا ردود الأفعال، إذا أول حاجة هنوجد ردود الأفعال. إذا هنا عندنا من الشكل الموضح اللي هو على اليسار الشاشة اللي هي الكاميرا A و B C و D، فعندنا عند ال A عندنا رولر سبورت هيكون فيها رد فعل واحد اللي هو في الاتجاه ال Y اللي هو A Y، وعند ال C عندنا هنج سبورت اللي هو هيكون فيها اثنين من ردود الأفعال اللي هو في الاتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، هيكون عندنا سي اكس و اي و سي و. عند الدي عندنا طرف حر، فعندنا ردود الافعال المطلوبه اللي هي اي واي و سي واي و سي اي. سي اكس ما عندناش قوه افقيه فحتساوي لنا صفر. عند الاي الاي واي والسي واي من معادلات الاتزان اللي هي مجموع القوه في الاتجاه الواي بتساوي صفر، وعزم حول نقطه هنختار واحد من النقاط. يجب على الطالب اللي هو ايجاد اللي هي قيمة ال A Y وال C Y، والتحقق من القيمة اللي هي احنا عندنا احنا تم وضع قيمة ال A Y اللي هي قيمتها 10 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أسفل كما هي موجودة على الشكل، وال C Y قيمتها 50 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. بعد ما وجدنا ردود الأفعال هنرسم الخطوة الثانية bending moment اللي هو منحنى العزم. منحنى العزم اللي هو وهنا راسمين حتى منحنى الشير فورس ديجرام، هو المطلوب يعني الأكثر اللي هو التركيز على البندنج مومنت. يمكن اللي هي رسمة الشير ما فيش أي مشكلة، إن إحنا برسمة الشير نقدر نوجد قيمة العزم اللي هي بطريقة اللي هي المساحة بالنسبة للشير فورس ديجرام بعد ما نرسمه. فعند النقطة المطلوب عندها العزم هو عبارة عن المساحة اللي هو منحنى قوة القص زي ما ذكرنا سابقا. فهنا الشير فورس ديجرام تم رسمه، فعنا العشرة كيلو نيوتن اتجاهها إلى أسفل، فحنرسم ننزل تحت بالسهم إلى عشرة، ثم ناخذ خط مستقيم إلى أن نصل إلى النقطة C اللي حدث فيها تغير في قيمة اللي هو الشير اللي هي 50 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى. فالخمسين بالبلس ماينس عشرة اللي هي ناقص عشرة اللي هي عند الاي واي، فالبقي عندنا 40 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى. فالأربعين هذه عندنا وعند الدي قيمتها بصفر، فحنوصل الخط المستقيم ولكنه نازل بيكون اللي هو نزوله إلى تحت، لأن عندنا حمل موزع. الحمل الموزع دائما بيكون الحمل نازل تدريجي إلى تحت إلى أن يصل عند النقطة دي. الدي عندها شير قداش؟ رد الفعل معنا اللي انه طرف حر فقيمته بصفر، فبيكون بهذا الشكل. البندنج مومنت دايجرام عند الاي العزم عند الاي لان احنا عندنا رولر سبورت العزم دائما فيها بيساوي صفر، فعندها بيكون بصفر. عند السي عند السي اللي هو العزم بيكون قيمته عبارة عن العشرة اللي هي الاي واي مضروب في المسافة من الـ A إلى C اللي هي 4 متر، فحتعطينا اللي هي حسب اتجاه دوران بطريقة اليد اليمنى هيكون اتجاهها إلى ضد عقارب الساعة بيكون إلى أسفل، فلهذا احنا رسمنا 40 اتجاه السهم لأسفل اللي هو 40 كيلو نيوتن متر. العزم عند الـ C هو نفسه لو ان احنا وجدناه من الطرف الايمن اللي هو من الدي الى السي. من الدي الى السي هيكون العزم عباره عن دبليو في ال حولنا
الحمل الموزع يتحول إلى حمل مركز، بعد ما يتحول لحمل مركز إذا W في ال في ال على 2، لأن الحمل الموزع هيكون تركيزه وين؟ يكون على بعد ال على 2 من الركيزة C أو عند D. فهيكون العزم ثواني حسبته عند C من الطرف اللي هو AC أو من الطرف اليمين اللي هو من D إلى C. فمن D إلى C فبيكون 20 في الأربعة، 20 في 2 اللي هو 40، 40 في 2 على 2 اللي هو هيكون بواحد، ال على 2 اللي هو ال ب 2 متر على 2 فهيساوي 1، 1 في ال 40 هيكون 40 كيلو نيوتن متر. فهو كما هو واضح، اذا رسمنا البند المفهوم ديجرام. هنشتغل الان على الكاميرا الافتراضيه، هتصبح عندنا كاميرا افتراضيه، هيتم تغيير الدعامات لا ننسى اللي هو نحفظه، يتم حفظ اللي هي كيفية تحويل من الكاميرا الأصلية، دعامات الكاميرا الأصلية إلى دعامات الكاميرا الافتراضية. احنا قلنا عند الـ A رولر سبورت تبقى كما هي، رولر سبورت في الطرف، لو كانت في الوسط هتحول إلى انترنال هنج. يعني عند الـ C عندنا هنج سبورت تحول، بما أنها هي داخلية هتتحول إلى مفصل داخلي اللي هو على شكل دائرة كما هو موجود عندنا. عند اللي هو السي تحولت الى انترنال هنج. بالنسبه للدي طرف حر، دائما الطرف الحر يتحول الى دعامه ثابته، والدعامه الثابته في الطرف تتحول الى طرف حر والعكس. فاذا اصبحت عندنا الكاميرا الافتراضيه اللي هي سي نقطه بي، كما هي موضحه شو المعنى بالسي نقطه بي، اللي هي اختصار لكلمه كونجيكيتد نقطه بيم، كونجيكيتد بيم. أصبحت عندنا هذه الكاميرا الافتراضية، إذا الحمل هيتحول، العزم اللي هو 40 كيلو نيوتن متر هيتحول إلى حمل، الحمل شنو يساوي؟ المومنت على الـ EI مع مراعاة الـ I. عندنا من الـ A إلى الـ C 2 I، ومن C إلى D كما في منطوق الإكزامبل اللي عندنا، من C إلى D اللي هو I. فالـ 40 كيلو نيوتن هذا العزم الحمل هيساوي المومنت على الـ EI. عندنا من الـ A إلى الـ C 2I، فالمومنت عندنا 40 على الـ EI، هنا 2 EI، فالـ 40 على 2، يعني أنا عندي من A إلى C 2I، إذا 40 على 2 هيعطينا 20 على الـ EI. من C إلى D الـ 40 على الـ EI، والـ I هنا بتساوي I، فتبقى الـ 40 كما هي، إذا 40 على الـ EI. إذا توا هنشتغل على الكاميرا الافتراضية اللي هي موجودة عندنا كما واضحة بالشكل أسفل الشاشة. هنوجد اللي هي ردود الأفعال والعزم. إحنا عندنا طالب دلتا دي، الدلتا دي هي عبارة عن العزم عند الدي، والروتيشن عند البي هي عبارة عن الشير عند البي. أول حاجة هنوجد ردود الأفعال للكاميرا الافتراضية الجديدة اللي عندنا. هناخد اللي هي المجموعة العزم حول C بيساوي صفر من ناحية اليسار left. فشن عندنا؟ عندنا الواي الـ AY أو الواي A مضروب في المسافة اللي هي من الـ A إلى الـ C. كم المسافة؟ 2 زائد 2 4 متر، زايد اللي هو عندنا اللي هو الحمل اللي هو 20 على الاي اي على شكل اللي هو عندنا احنا. لما يكون عندنا بهذا الشكل هيكون عندنا اللي هو نص القاعده في الارتفاع على شكل مثلث، احنا 20 على الاي اي في نص القاعده في الارتفاع، القاعده عندنا 4 متر والارتفاع هو ال 20 على الاي اي، فال 4 على 2 في ثلث المسافه، لان انا عندي المثلث القيمة الأعلى لي من جهة السي فهي بتاخذ الثلث، ثلث المسافة اللي هي من A إلى C 4 متر فمضروبة في الثلث، فهنتحصل على قيمة رد الفعل عند الـ A للكاميرا الافتراضية قيمة 13.33 كيلو نيوتن،
واتجاهها إلى أعلى. عندنا بالنسبة لاتجاه الحمل اللي هو كيفية الاتجاه، لما يكون عندنا العزم إلى أسفل يكون اتجاه الحمل كما هو موضح إلى أعلى، الحمل الموزع اللي موجود في الكاميرا الافتراضية اللي هي السي بي، لما يكون العزم لأعلى بتكون موجب، يعني يكون الحمل إلى أسفل، اتجاه الأسهم إلى أسفل، هذه لازم يتم التركيز عليها. هنوجد اللي هي من مجموع الـ Fy بتساوي صفر، نستطيع إيجاد اللي هي الـ Yd أو Dy. فعندنا الـ Ay اللي هي 20، اللي هو عندنا الـ Ay، سوري الـ Ay اللي هي بالسالب احنا اخدينا، فكانت اللي هي لأن احنا اتجاهها إلى أسفل اللي عاطيهولنا احنا من الكاميرا الأصلية اللي هي الـ Ay كانت قيمتها 10 كن اتجاهها إلى أسفل، فبالنسبة للعزم هنا بما أن حول C بتساوي صفر فاحنا كنا فرضينها إلى أسفل كما في الكاميرا الأصلية، فكانت قيمة الـ Ay اللي هي 13 إذا من الحساب اللي هي قيمة الـ Ay إذا 13.33 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أسفل. من مجموع الـ Fy بتساوي صفر حنلقى عندنا الـ Ay اللي هي بالسالب اللي هي ناقص 13.33 على الـ Ay، وعندنا المثلث اللي هو الـ 20 على الـ Ay والـ 40 على الـ Ay. وعندنا الـ Dy اللي هي اتجاهها فرضناها إلى أعلى أو الـ Yd بتساوي صفر. فحناخدوا مجموع القوة في الاتجاه الـ Y بتساوي صفر، عندنا أول حاجة اللي هو بالنسبة للمثلث الـ 20 على الـ Ay اللي هو نص القاعدة في الارتفاع، 20 على الـ Ay القاعدة اللي هي 4 متر على 2 زايد الـ 40 على الـ Ay اللي هو المثلث الثاني من الـ C إلى الـ D مضروب في نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة اللي هي هنا 2 متر ناقص 13.33 على الـ Ay زائد الـ Dy بتساوي صفر أو الـ Yd، فحيكون قيمة الـ Yd اللي هي 53.33 على الـ Ay كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. مجموع العزم حول سي اللي هي من جهة اليمين حتى نتحصل على العزم اللي هو عند الدي، فحناخده اللي هي مجموع العزم حول سي بيساوي صفر، ولكن بناخد الطرف الأيمن اللي هو من السي إلى الدي حتى نتمكن من حصول اللي هي قيمة العزم، لأن لما يكون عندي internal hinge فبيكون عندي الطرفين اللي هو العزوم يمين ويسار عند الانترنال هنج عند النقطة C المفصل الداخلي، العزم سواء كان من الاتجاه الأيمن أو من الاتجاه الأيسر بيساوي صفر. من الاتجاه الأيسر تمكننا من حصول على الـ YA أو الـ AY، ومن الاتجاه الأيمن نتمكن من حصول العزم عند الـ D. فعندنا هنا من مجموع العزم حول C بتساوي صفر، عندنا اللي هي الـ الواي دي او دي واي 53.33 على الاي اي مضروبه في المسافه اللي هي 2 متر، وعندنا ال 40 على الاي اي اللي هو هنا لما يكون عندنا بهذا الشكل كيفيه ايجاد العزم اللي بشكل مثلث ويكون على شكل كيرف، لان احنا العزم دائما رسمته اللي هو بيكون كيرف ما هوش خط مستقيم لما نجي نرسم العزم، فلما يكون عندنا مثلث هذا قانون اللي هو عبارة عن 40 على الـ Ay في الثلث
المسافة في الربع المسافة. اللي هي 40 على اي في 1 على 3 في 2 اللي هي المسافة القاعدة في الربع القاعدة اللي هو 2 متر، فحيعطينا المومنت عند الدي بيساوي 0. اذا العزم احنا فرضناه في اتجاه اللي هو ضد عقارب الساعة كان قيمته 93.33 على الاي اي كيلو نيوتن متر. إذا هذا بالنسبة لقيمة اللي هو العزم عند الدي، فهي عبارة عن عنا احنا اللي هي الواي دي، لأن احنا كأن أخذنا الطرف الأيمن، الطرف الأيمن عندنا القوة أو رد الفعل عند دعامة دي اللي هي عبارة عن دعامة ثابتة مضروبة في ذراع العزم اللي هي 2 متر، وعندنا من المثلث اللي هو عبارة عن 40 على الإي آي مضروبة في ثلث، لأن أنا جاي المسألة ليش أخذنا الثلث مش الثلثين؟ لأن أنا عندي المثلث اللي من جهة اللي السي بيكون ليه أعلى قيمة، من جهة دي هو الثلثين، مضروب في 2 في ربع اللي هي المسافة اللي هي 2 متر، فكانت قيمة العزم اللي هي 93.33. إذا العزم عند دي هو عبارة عن الدلتا، يعني إحنا قلنا الدلتا أو الإزاحة الرأسية اللي هي عند الدي هي تقابل قيمة العزم. إذا دلتا عند دي كما هنا موضحة بتساوي المومنت عند الدي اللي هو 93 على الإي آي، هنتعوض بقيمة الإي وقيمة الآي هتكون الناتج النهائي للدلتا اللي هو 0.0013 متر واتجاهها إلى أسفل، لأن إحنا عندنا طرف حر قلنا بيكون الإزاحة إلى أسفل، كأنه بيصير لنا ديفليكشن، يعني ما هو ما يقال له باسم ديفليكشن، يعني يصير هبوط إزاحة. هنوجد اللي هي التيتا المطلوب الثاني اللي هو إيجاد الدوران اللي هو عند البي، الدوران عند البي يقابل الشير. فاحنا كأن احنا بنعمل قطع، عمل قطع عند العنصر من الـ A إلى الـ B في الكاميرا A B C، احنا عندنا D هنعمل قطع عند الـ B، فحيتولد عندنا شير، حيتولد عندنا عزم دوران، وحيتولد عندنا قوة داخلية زي ما وضحنا في المحاضرات السابقة، تكون عندنا قوة داخلية تتمثل في شير ونورمال فورس وعزم دوران. يعني مطلوب عندنا الشير، الشير هي اللي تقابل عندنا التيتا او الدوران او الروتيشن اللي هو عند البي. فحناخذ الجزء شن عندنا من احمال، حناخذ الجزء هذا بالاحمال بردود الافعال، ردود الافعال عندنا 13.33 اتجاهها الى اسفل اللي هي الاي واي او الواي اي، وعندنا اللي هو الحمل اللي ناتج من المومنت على الاي اي اللي هو كانت قيمته 20 على الاي اي، فهنحسبه على بعد 2 متر هتكون قيمته اللي هو نص المسافة، احنا عندنا العشرة العشرين هتكون 10 على الاي اي، يعني هنا على بعد نص المسافة كأن احنا ناخده 20 على 4 في بيكون الواي على 2، فهي هتتقسم على 2، يعني ال 20 هتتقسم على 2 اللي هو في منتصف المسافه بحساب طريقه حساب المثلثات، ال 20 على طول ال 4 متر من ال A الى ال C، وال 10 اللي هو الواي لو كانت عندنا احنا مجهوله هنقول لها واي على 2، فالاربعه اللي هي 2 فيها 1 2 فيها 2، فال 20 هتتقسم على 2 هيعطينا 10 على ال E. فمجموع ال FY هتساوي 0، اذا هنجد اللي هي الشير عبارة عن اللي هي ناقص 13 على الاي اي زايد اللي هي 10 على نص القاعدة في الارتفاع اللي هي 10 على 2 اي اي في المسافة اللي هي 2. ناقص اللي هي البي واي هتساوي صفر او الفي اللي هو عند البي، فالبي واي او اللي هي
هي بتكون قيمة الـ V، يعني قيمة الـ V هتساوي اللي هي تيتا عند الـ B، وهي قيمتها ناقص 3.33 على الـ EI. بنقدر نعوض بقيمة الـ EI هنايا، حيث إن الـ E بتساوي اللي هي بنعوض بالـ200 في 10^6 زي ما عوضنا في الدلتا دي، وهنوجد قيمة اللي هي الروتيشن أو الدوران عند الـ B. إذا هذا بالنسبة لكيفية إيجاد الإزاحة والدوران عند أي نقطة. إن إحنا اشتغلنا إيجاد ردود الأفعال في البداية، ثم رسم البندنج مومنت وإيجاد تحويلها من كاميرا أصلية إلى كاميرا افتراضية، تغيير الدعامات، إيجاد ردود الأفعال للكاميرا الافتراضية، ثم يتم الشغل إن إحنا في إيجاد المطالب. إذا كانت إزاحة فهي توافق العزم عند تلك النقطة، وإذا كان دوران فهو يوافق الشير عند تلك النقطة. هنبدأ بالمثال الثاني حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر. عندنا باستخدام طريقة العارضة المرافقة اللي هي conjugated beam method، أوجد طالب هنا عندنا الدوران عند النقطة دي وعند النقطة اللي هي A. إذا عندنا بالنسبة للدوران فهو يقابل الشير عند تلك النقطة، فعندنا هنتعرف على الكاميرا اللي موجودة عندنا الأصلية اللي هي A B و C D. عندنا كاميرا اللي هي simply supported مكونة من سبان واحد بطول 9 متر. عندنا من عند ال A اللي هي simply supported أو hinge support دعامة مفصلية، عند D عندنا roller support أو دعامة مدحرجة، عند المسافة من الـ A إلى الـ B 3 متر، وعندنا حمل مركز عند النقطة B قيمة 10 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أسفل. من الـ C إلى الـ D عندنا مسافة اللي هي 4.5 متر. هنوجد اللي هي المطلوب اللي هو تيتا عند الـ D، يعني هنوجده اللي هو الرد الفعل عند الـ D، والتيتا عند الـ A أو الدوران عند الـ A اللي هو يقابل اللي هو الشير أو الرد الفعل عند الدعامة. هنوجده أول حاجة إننا هنشتغل على الكاميرا الأصلية، هنوجد ردود الأفعال، ثم نرسم البندنج مومنت دايجرام اللي هو عزم الانحناء. على طالب إيجاد قيمة اللي هي ردود الأفعال للكاميرا الأصلية والتحقق من النتائج اللي هي الموجودة عندنا على الشاشة بالشكل الثاني اللي هو الموجود على يسار الشاشة. فعند الـ A الـ AY قيمته 60 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى، والقيمة عند الـ D اللي هي DY بتساوي 30 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى، لأن عندنا الـ A اللي هي عبارة عن hinge support فيها 2 من ردود الأفعال اللي هي الـ AX والـ AY. القوة الأفقية بتكون مجموع القوة في الاتجاه الـ X بتساوي 0، فالـ AX بتساوي 0 لأن لا توجد قوة أخرى أفقية. مجموع من معادلة الاتزان الأخرى اللي هي مجموع الـ FY بتساوي 0، ومعادلة اللي هي الاتزان حول العزم حول نقطة سواء كان حول A أو حول D بتساوي 0، يتمكن من إيجاد إحدى المجاهيل اللي هي A أو D، AY أو DY، ومن مجموع الـ FY بتساوي 0 نتمكن من إيجاد رد الفعل الآخر. فعلى الطالب إيجاد ردود الأفعال والتحقق من النتيجة من ردود الأفعال الموجودة عندنا على الدعامات أو الركائز. فالـ AY قلنا زي ما قلنا 60 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى، والـ DY قيمتها 30 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. البندنج مومنت دايجرام هنرسموه. إذا عندنا عند الـ A دائماً عندنا internal hinge اللي هي hinge support، وعند الـ D roller support، فدائماً العزم عندهم بيساوي 0، فعند الـ A النقطة بيساوي 0 وعند الـ D بيساوي 0. العزم عند الحمل اللي هو 90 كيلو نيوتن عند الـ B عبارة عن سواء أخذناه من الـ A إلى الـ B أو من D إلى الـ B نفس القيمة، فمن A إلى B عبارة عن الـ AY في ذراع العزم اللي هو 3 متر، فعندنا 60 في 3 هيعطينا 180، أو 30 اللي هي الـ DY في المسافة 6 متر
هيعطينا 180 كيلو نيوتن متر. بعد رسم اللي هو البند مومنت هنشتغل على الكاميرا اللي هي الافتراضية. الكاميرا الافتراضية هناخد البند مومنت هيتحول إلى حمل ونقسمه على الاي اي. هنا عندنا الاي اي ثابت في المنبر، اصلا عندنا احنا منبر واحد فقط اللي هو الاي دي. عندنا اللي هي اصبحت عندنا كاميرا افتراضيه اللي هي السي بي اللي كونجيجيتد بيم، اختصار للكونجيجيتد بيم سي بوينت بي. عند الاي واي هنوجد اللي هي ردود الافعال. اتجاه كمان لاحظ السهم بالنسبه للحمل عندنا العزم اتجاهها الى اعلى موجب، اذا اتجاه السهم الى اسفل بالنسبه للحمل كما هو واضح. هذه لازم نركز عليها زي ما قلنا في المثال السابق. هنوجد ردود الافعال الجديده على الكاميرا الافتراضيه كما هي واضحه في على يمين الشاشه. من مجموع العزم حول اي بيساوي صفر نحصل على الار دي او دي واي. فعندنا الار دي او دي واي هي نفسها الرياكشن، يعني ار هي الرياكشن عند الدي مضروب في المسافه اللي هي من الدي الى الاي 9 متر، 3 زي 6 او 6 زي 3 تساوي 9 متر، ناقص اللي هو ال 180 المثلث الاول على الاي اي في نص القاعده اللي هي 3 متر في المسافه اللي هي ثلثين مسافه المثلث الاول من الاي الى البي. فثلثين المسافة 2 3 على 3 3 تلغي مع 3 وتبقى 2 180 على اي على 3 على 2 اللي هي في 2 زائد 180 على اي اللي هو المثلث الثاني اللي من البي الى دي، هيولد لنا عباره عن نص القاعده اللي هي في الارتفاع نص 180 على اي في 6 على 2 هي المسافه من البي الى دي 6 متر. في ثلث المسافه ثلث ال 6 عباره عن 2 و2 زائد 3 يعني عند ثلث المسافه من البي الى دي. ثلث يجب التركيز، نعيد مره اخرى من البي الى دي ثلث المسافه 6 مسافه 6 متر على 3 على 2 بالنسبه للمثلث هنزيد بشغل المسافه الركيزه اي هنزيد من البي اي الى 3 متر فمجموعها خسر كما هي موجوده في المعدل اذا بيساوي صفر. الرياكشن عند دي او دي واي هيساوي 360 كيلو نيوتن على الاي اي بنفسها الثيتا او الدوران عند الدي. من نوع اف واي يساوي صفر انا هو اللي هي مجموع القوه الاتجاه واي يساوي صفر. مجموع اف واي يساوي صفر عندنا الاي واي الكاميرا الافتراضيه اللي هي البي واي او رياكشن دي واي اللي هي عند دي هي الار دي، وعندنا ناقص اللي هي الاعمال بعد الموضوع على شكل مثلث بعد حولها الى مثلث الى حمل مركز. فعندنا اول واحد اللي هو الار دي تتميز على الار دي اعلى ناقص اللي هو التمرين المثلث اللي موجود عندنا اللي هو المثلث الاي ل هي نص القاعده الارتفاع نص 180 في القاعده 3 متر على 2 والمثلث الاخر اللي هو بي ل دي المسافه 6 متر نص قاعده 6 متر في 2 على الاي زي ار اي تساوي صفر. فمن الجمع الطرح نجم واضح تحصل على من الاكشن اللي هو عند الاي. رد فعل عند الاي عند اللي هو ريشن او الدعاء عند A. فالـ A هي تكفي تيتا دوران عند الـ A. تيتا 450 كيلو نيوتن على الـ A لما يكون عندنا موجب معناه دوراننا في اتجاه عقارب الساعة، لما يكون قيمته سالب في اتجاه ضد عقارب الساعة. إذا هذه طريقة اللي هي العارضة المرافقة، كيفية نستخدم طريقة العارضة المرافقة اللي هي كونجيكيتد بيم في إيجاد اثنين من المطالب كما هي وضحناها اللي هي الإزاحة اللي هي الدلتا أو الديسبليسمنت سواء كانت هذه إزاحة أفقية أو رأسية
والدوران اللي هو الروتيشن ويرمز له برمز تيتا. الطريقة كما قلنا إن هي عبارة عن ستيبس أو خطوات يتم اتباعها، كيفية إيجادها باش نتمكن من حصول على المطالب. تتمثل في الشغل أولا على الكاميرا الأصلية بإيجاد ردود الأفعال ورسم البندل مومنت ديجرام، ثم التنقل إلى الكاميرا الافتراضية بتغيير الدعامات وتحويل العزم إلى حمل بتقسيمه على الـ AI، مع أخذ الاعتبار في تغير في إذا كان عندنا تغيير في الـ AI. ثم يتم إيجاد اللي هي هنشتغل على نفس معادلات الاتزان في إيجاد المجاهيل عند نقطة. إذا كان عندنا دلتا فهو يتمثل في حساب الإزاحة وهي توافق قيمة اللي هو العزم، والتيتا هي عبارة عن الشير. الشير إذا كان عندنا احنا في قطاع مقطع زي ما وضحنا في المثال السابق، كانت البي في وسط الكاميرا زي ما تو مثلا حاليا عند البي أو عند السي. فعند السي عبارة لو احنا قطعنا بتكون عندي شير لأن هي قوة داخلية، لكن عند الدعامة أو عند الركيزة فالدوران بيساوي الرياكشن أو رد الفعل عند النقطة المطلوبة أو عند الركيزة المطلوبة. مع أخذ في الاعتبار دائما الانتباه إن العزم لما يكون عندنا اتجاهه إلى أعلى موجب يكون اتجاه الحمل إلى أسفل، يتحول العزم إلى حمل، واتجاه السهم التركيز عليه إلى أسفل.